قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني والأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية الدكتور مصطفى السيد بتدشين مشروع يسمح فيه لمسافري طيران الخليج بالمساهمة من خلال التبرع بمختلف العملات الورقية منها والمعدنية على متن رحلاتها. وأشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وما يولي جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين، مثمنا أيضا على جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة الخيرية الملكية في تقديم العمل الخيري والإنساني للجميع بكل كفاءة واقتدار. ومن جانبه أعرب الدكتور مصطفى السيد عن خالص شكره وتقديره إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس مجلس إدارة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على مساهمته في دعم العمل الخيري والإنساني في المملكة، وقال بأن هذا التعاون يأتي ضمن برنامج الشراكة المجتمعية لتوفير الدعم لأبناء المؤسسة والإعطاء فرص المساهمة في رعاية الأيتام، حيث سيتم تخصيص مبلغ التبرع لدعم الصحة والتعليم والبرامج المخصصة لأسر المؤسسة. باسم طيران الخليج نتقدم بالشكر إلى المؤسسة الخيرية الملكية وعلى رأسها سيدي جلالة الملك والممثل سيدي جلالة الملك سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل في المشاريع الخيرية والشبابية، وإلى الأخ الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على منحهم طيران الخليج فرصة أن تكون شريك معهم في هذه المبادرة. المبادرة انطلقت وهي عبارة عن توفير أظرف على متن الطائرات بحيث أن احنا نقوم بتحصيل المبالغ النقدية الفائضة عند المسافرين من عملات نقدية أو ورقية ومن مختلف عملات العالم، وجمعها وتقديمها كتبرع لدعم مشاريع المؤسسة الخيرية الملكية. هذا واجب وطني، خدمة إنسانية، وتقع ضمن المسؤولية الرعاية الاجتماعية اللي تقوم فيها شركة طيران الخليج كجزء من شكرها للمجتمع اللي هي تعمل فيه. البرنامج جدا مهم على أساس أن نعطي فرحة للركاب عندما يقومون بالخير، فالبرنامج جدا جدا مهم وعبارة من هالظرف الجميل الراقي. إذا إنسان أي عنده عملة أجنبية أو بحرينية أي ورقية معدنية اللي يكون حسب كرمة يتبرع، وإحنا نوفر ونطمن ركاب الطيران والمساهمين أن نكون في غاية الشفافية والإعلان عن المبلغ خلال كل سنة كل سنتين.